صباح الخير. شلونكم احبائي تلاميذ؟ عندي توجيهات تسمعوها ابنائي التلاميذ وكذلك الكادر التعليمي للمدرسة التقدمية. صحيح الوباء شوية نسبيا خف، بس لا تزال أهمية طرق الوقاية. الكلام موجه للتلاميذ وملاك المدرسة. معلمات، تراقبون طلابكم بالصفوف، ارتداء الكمامات، وتأكدون على الوقاية الصحية والتعقيم. انتوا تعرفون انه المدرسة بها أجهزة مال تعقيم، كل صف به جهاز، إضافة إلى كابينة التعفير. هذه راح تتابع من قبل معاونة المدرسة، وراح أسوي زيارات مفاجئة لكل صف. اللي يشوف تلميذ ملابس الكمامة راح تحاسب المعلمة، فتنتبهون عليها. إضافة إلى التوجيه أولا للكادر أنه يلتزم أيضا بالوقاية الصحية، لأنه التلميذ يباوع المعلم مالته. دائما المعلم هو قدوة للتلميذ ويعكس تصرفه، فاللي أريده أنه التزام بالوقاية، ومثل ما قلت راح تتابع من قبل المعاونة وأيضا من قبل لجنة السلامة العامة اللي مشكلة بالمدرسة بأمر مدرسي. هذا جانب. جانب آخر، معلماتنا. البارحة أكملنا كل الاستعدادات إن شاء الله، يعني جدول دروس تكمل، الشعب توزعت، الأسماء توزعت، الشعب الإرشاد توزع، فتستمرون بالمراجعة. زين تلاميذ قسم من أولياء الأمور، تلاميذ يتصلون ويقولون إيش عجب ما يعني بديتوا بالمنهج الجديد مال المرحلة. كتاب صدر من وزارة التربية ينص على أنه الأسابيع الأولى تكون تعزيز معرفة، يعني بمعنى بالتعبير الدارج مراجعة لمواضيع السنة السابقة، استذكار للتلميذ، لأنه الفترة اللي قاعد بها لربما أنه صار فد شيء من النسيان. فإن شاء الله إحنا ما راح نتأخر بالمراجعة. زين أيام معدودة ونبدأ بالمنهج الجديد. اللي أريده منكم تلاميذ الأعزاء الالتزام بالتحضير، التحضير ثم التحضير ثم التحضير. زين حتى من يصير عندك امتحان الشهر الأول ما تتفاجأ بالمادة. بعد ما أكد على هذه التوجيهات، الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية، حفاظا على سلامة أبنائنا التلاميذ وسلامة ملاك المدرسة. إضافة تدرون يعني حتى البارحة صدر كتاب يعني يؤكد على المدارس بهذه التوجيهات، وإن شاء الله تلاميذنا ومعلماتنا أهل للثقة بالتقيد بهذه التوجيهات. هسه أنا بلغت على مود الكادر كارت التلقيح، ابرزوا معلمات، ابرزوا كارت التلقيح، كارت التلقيح.
تكون خارج الملاك. هذه توجيهات، لأنه إذا هي مثلا تقول أنا ما عندي شيء كذا، هذه إحنا نخاف على تلاميذنا. فإلزامي التلقيح. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا.